يبدو أن مسلسل النزوح في سوريا لن يتوقف، فالشمال السوري الذي تحول إلى أكبر تجمع للنازحين والمهجرين من بيوتهم، ها هو اليوم يعيش على شفا موجة جديدة من النزوح في ظل بدء النظام هجومه العسكري عليه. فريق منسقي الاستجابة أصدر يوم الجمعة الماضية بياناً أشار فيه إلى تعرض بلدات في جنوب إدلب وشمال حماة للقصف الجوي، الأمر الذي دفع أهالي بلدات خان شيخون وكفر زيتا وغيرها من البلدات إلى مغادرة منازلهم والتوجه نحو المخيمات أو باتجاه مدينة خان شيخون أو نحو العراء. وكانت وسائل إعلام عديدة قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى وضع المنظمات العاملة في الشمال السوري خطة بخصوص التعامل مع مليون نازح يقطنون أرياف حماة وإدلب في ظل الحديث عن هجوم واسع من قبل قوة النظام. وبينما نفى منسقو الاستجابة في بيان سابق لهم هذه المعلومات، غير أن أحداث اليومين الماضيين يبدو أنها ستدفع المنظمات العاملة في تلك المنطقة للتفكير الجدي بوضع خطة سريعة للتعامل مع هذا الشأن. وفي ظل الهجوم العسكري على الشمال السوري، يطرح البعض تساؤلاً حول خطط المنظمات الموجودة في الشمال للتعامل مع هذا الوضع، وأين سيتم وضع النازحين الجدد، وما هي احتياجات المرحلة الجديدة؟